السلام عليكم، انا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي هنعمل الدراجون ده او التنين ده. لو عجبكم الفيديو بليز اعملولي سبسكرايب واعملولي لايك، ولو عايزين اي طلبات نفسكم تعملوها تانية قولولي في الكومنتس تحت. يلا نبدا سوا واوريكم ازاي تعمل. انا اخترت الالوان دي، والبنز دي هنستعملها عشان خاطر نثبت بيها الحاجات، والكور دي كانت الحاجات اللي هنستعملها عشان نعمل العين. طبعا العين ممكن تتعمل، يعني ممكن تتجاب من بره اصلا ونحطها، بس انا لقيت دي موجوده ارخص بكتير، ويعني هتدي نفس النتيجه. هو خرز عادي، بس انا حسيت شكله هيبقى حلو كشكل للعين. اول حاجه هنبرم شكل طويل جدا كده لونه اسود، ده هيبقى لون التنين نفسه، وهنحط جواه ورق فويل مطوي على شكل يعني معدن طويل. احنا كل الفكرة ان احنا عايزينه يسند الشكل وهو واقف، لانه من غيره الشكل مش هيعرف يثبت، مش هنعرف نثبت الراس وهي واقفة. احنا بنحط ده بس نوع من انواع السبورت عشان خاطر نعرف نثبت الشكل بالطريقة اللي احنا عايزينها، ونقعد نظبط فيه كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده لحد ما ميبقاش فيه اي خطوط ولا اي بروز طالعة منه. انا كده بدأت اعمل الرجلين، هتبقى على مرحلتين. اول مرحلة هنعمل الفخذ بتاعه أو الرجل من فوق، هنثبتها بالبول تول. ودلوقتي هنبدأ نعمل القدم نفسها. انا استخدمت النيدل تول علشان خاطر اعمل الصوابع بتاعته زي ما هوريكوا دلوقتي. لو حابين تعرفوا ازاي تعملوا النيدل تول لنفسكم، انا عامله فيديو عندي على القناه بشرح فيه ازاي عملت النيدل تول دي، فادخلوا عليه وهتشوفوه وهتعرفوا ازاي بتتعمل. دلوقتي هنعمل الرجلين اللي قدامانين برضو بالنيدل تول، هنعمل الصوابع بتاعته وهنثبته برضو بالبولت. دلوقتي هنركب العينين. انا نسيت اصور نفسي وانا بركبها، بس كل الفكره ان احنا هناخد الكورتين بتوعنا الخرستين دول ونغرزهم جامد جوه الراس. وهنبدا دلوقتي ناخد حتت من الصلصال الاسود بتاعنا ونعمله على شكل كون، ان هو يبقى سميك من تحت ورفيع من فوق، ونلف وحدتين منهم على بعض عشان ده يبقى الارم بتاعه.
هنقعد بقى نزود شوية قرون على الرأس عشان خاطر يدينا شكل كله، وننساش ان احنا لازم نزود الجفون بتاعته علشان خاطر نغطي شكل الكورة ده اللي هو العين. يعني احنا محتاجين نغطي شكل اللي هي كورة، ان احنا نحط قرنين فوقيها، ده هيبقى شكل الجفون بتاعته. انا اخترت اللون التاني اللي هلون بيه الراجل، اللي هيكون اللون الاورنج ده. هناخد منه قطعه وهنعملها شكل طويل وهنفردها بالنشاب علشان تبقى رفيعه خالص، ودي هتكون البطن بتاعه التنين بتاعنا ده. هنعمل فيها خطوط بالنيدل تول، نرجع نقلبها ونكمل الخط، نحطها على البطن بقى بتاعت التنين ونقعد نظبطها برضو بالبول. هنكمل بقى القرون بس باللون التاني اللي هو الاورنج ده. هنبدأ بقى نزود له شوية تفاصيل على الديل وعلى بقية الجسم علشان خاطر يدينا شكل التنين بالظبط. هنعمل لون الأورنج ده على شكل مثلثات كبيرة من عند الرأس، وكل شوية تقعد تصغر لحد ما توصل لآخر الديل. هنشوف مع بعض في الآخر شكله هيبقى عامل ازاي. اخر حاجة بقى هنعملها هي ان احنا نزود الجناحات. هنحتاج لون اسود ولون اورنج، وكمان هنحتاج السلك ده. السلك ده عشان يثبت لنا الجناح كويس ونعرف نتنيه براحتنا ويثبت في مكانه من غير ما يقع. هنحط خط كمان صغير في الاسود في النص، وبعدين نزود عليه الجناح اللي هو لون الاورنج. هنحطه كمثلثات في النص ما بين الخطوط السوداء.
نحاول نظبط بقى فيه بايدينا ونركبه جنب الجناح التاني. انا كنت عامله الجناح الاولاني ووريتكم مع بعض ازاي نعمله. وبس كده خلصنا، هنحطه بقى في الفرن على درجة حرارة المكتوبة على الباكج عندكم. انا حطيته لمدة ساعة. لو عجبكم الفيديو بليز اعملولي لايك وسبسكرايب، واطلبوا مني اي حاجة انتوا عايزين نعملها الاسبوع الجاي. ميرسي، باي.